وصفات التخلص من الدهون كثيرة على الإنترنت، لكن أغلبها كاذبة ولا تعطي أي نتيجة. لكن في قناتكم هاته نقدم لكم أشهر وصفات التنحيف الطبيعية المجربة التي سوف تساعدكم على إنقاص الوزن بشكل سريع ومضمون 100%. وصفات حرق الدهون عادة تحتاج إلى الوقت والصبر للوصول إلى نتائج مرضية، فجميع الإشاعات والأكاذيب التي تنشر على الإنترنت حول التخلص من الدهون في 3 أيام أو فقدان 20 كيلوغرام في أسبوع أو إنقاص الوزن بسرعة هي مجرد عناوين مضللة لا أقل ولا أكثر. يكون الهدف منها هو لفت انتباه المشاهد فالجسم كي يبدأ في التخلص من الدهون وإنقاص الوزن يحتاج إلى وقت يتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وفي بعض الأحيان قد يتطلب الأمر وقتا أطول من ذلك حتى تبدأ النتائج في الظهور. وصفات التخسيس التي نقدمها في هذا المقطع طبيعية ومضمونة، متوفرة لدى الجميع في المنزل، ولا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان، الشيء الذي يجعل منها أفضل بديل لحبوب التخسيس الكيميائية التي تباع في الصيدليات بأثمنة باهظة. أحبابي الكرام، أترككم لمشاهدة هذه الوصفات لنهاية المقطع. لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم وعائلاتكم لتعم الفائدة. أتمنى أن تحصلوا على ما تريدون من خلال اتباع أسرع طريقة للتنحيف مجربة ومضمونة، وسوف تلاحظون الفرق بعد تجربة هذه الوصفات في وقت قصير. شكرا لكم، مشاهدة ممتعة، وإلى اللقاء.